شهدت دبي حدثا ترافق مع احتفالات الإمارة بافتتاح برج خليفة الذي يعد أطول مبنى على وجه الأرض، وذلك بتحطيم رقم قياسي جديد في القفز المظلي الحر، حيث قام المظلي السعودي عمر الحجيلان بالقفز من سارية البرج الذي يبلغ طوله 828 مترا. وشارك مع الحجيلان المظلي الإماراتي ناصر النيادي، ونجح البطلان في إتمام القفزة خلال 10 ثوان من سقوط الحر وبين 30 إلى 40 ثانية من التحليق بالمظلات. ويعد الحجيلان من أبطال العالم في القفز المظلي، فقد أحرز في تركيا عام 1996 المركز الأول وبطولة العالم.